مساء الخير مجددا، مرحبا بكم معنا في الجزء الاخير من جمعيه حاس. على يميني وعلى يساري فما صفقات قاعده تعقد، هاي سي مختار واش قاعدين يبرمجوا شيماء عندها برنامج. دونك خلينا نرحبوا، شوفوا تبدلت الجو شويه في البلاتو، ساعه واحد يا اخو يلتزم الاحترام. توا عندنا دو شامبيون من لي ميم فنون القتال المختلط. خلينا نفسر للمشاهد. سكوب سي مختار مش يتدرب في ليبيا، وغدوه عنده موعد مع رئيس جمعيه ونادي كبير من ليبيا قادم لتونس. هاو كتعطي سكوب هاو كنت مخلي اللي ذا الوطنيه، اما هاو سكوب والله ما يجيك في الاخر. خلينا نمشي للضيوف، خلينا اللي باش يراجع اموره بعد ما سمعها كي معاون. خلينا نرحبوا بالابطال اللي معانا ساعه، عبد المنعم العدولي، مرحبا بك عبد المنعم. مرحبا بك عاش. وايضا الكوتش نتاعك ايمن بن حسين. ايمن بن حسين عسلامة، ميرسي على الاستضافه. بربي خفاس العباد، انتم تشوفوا لي فيديو يعني نتاع عبد المنعم واحنا نحكيو، يحطوكم في كاج، سامحني في الكلمه، ويسيبوكم على بعضكم لما تبدا تتفرج عامله جو. شو هذا يعني؟ وين السبور في هذا؟ بون تا ريزون. بون باختصار، رياضه اسمها ام ام ا، فنون القتال المختلط، اللي باش نشوفوه توا في الفتير الصغير هذا كومبا بروفيسيونيل. دونك فما بروفيسيونيل، فما لاماتور، فما سيمي برو. نستناو في الصور. اون فيت بالكيج تشوف فيه هذاك اوكتاغون، هي بروتكسيون للاتليت. خاطر السبور تاعنا فيه البوكس، فيه اللوت، فيه الجرابلينغ، فيه البي جي جي، فيه كل شيء. دونك ساعات تلقى تيح مع انسان لوتور ينجم يهز ويخرج اتليت، اذا كتلقاها رينغ ينجم يتيح من رينغ. دونك هذاك الكيس بروتكسيون. وكما قلت العباد اللي تشوف فيهم تو لهنا عباد معناها سون دي بروفيسيونيل، كيما لعدوا لي معناها عامل تيتروات في اللوت، معناها مش اي انسان يجي يلعب في كيج، فهمتني؟ معناها مستانسين بالضرب هذاك، بالخدمه هذيك. قبل ما يوصل الكيج فما برشا خدمه في الاماتور، في السومي برو فما برشا لعبات لعبوهم برشا توانسه لبرا. دونك اللي تشوف فيه معناها حاجه عاديه، انسان بروفيسيونيل كي كاو كيما احنا في الفوت، تحكي قبيله في الفوت، مش كيما جمعيه صغيره كيما جمعيه كبيره، جمعيه كبيره يقوى الضرب. باغي في السبور دو كومبا، مش كيما اماتور، كيما في الاماتور باغ اكزومبل سامحني يعني فما برشا بارون يتفرجوا فينا يقول هذا برشا عنف. في الاماتور فما بروتكسيون، سامحني بروتكسيون، فما دي غون، فما دي كاسك، فما كل شيء. مي في البروفيسيونيل فما حد شيء. عبد المنعم يعني كيفاش تعمل باش تستحمل الضرب هيك الكل؟ يعني نشوفوا ساعات، وانا عندي برنامج كو شوي بيبل كو غدوه العشره متاع الليل اخر حلقه في شوغر راي ليوناغ، يعني شنو تعملوا باش تتحملوا الضرب هيك؟ يعني بالونترينمون، كل شيء بالونترينمون، ترينيو على الضرب هذاك ونترينيو على كل سبور، مع مثال في اليوت ولا في البوكس، كل سبور الكل نترينيو عليه، وسينس واحد بالخدمه هذيك بالفريعه. بيه خلينا نحكي شوي، انت ماشي قريب للاردن هكا ولا لا؟ ايه شو عندك؟ الكويت. الكويت 27 لو ترون تعدنا شو ما تحكيش فرشه يا اخي، تقول لهم ما تحكيوش خبير الانرجي للضرب. هما شو هما خدمتهم تاعناو وتعالوا قهوه ياكلوا ياكلوا ياكلوا. مساء الخير شوي تفاد ليك هيك، عندنا زميلنا شاكر مغروم برشا بالحكايات هذوما. شاكر محمد انصحوه، حمدي زاد انصحوه زاد يعني بشوية جميل. دونك الواحد ميزان نتاعو. دونك ترونس ان شاء الله باش نلعبوا في جي اف سي جلاديتور فايتنج شامبيون شيب، باش تعدى المباراة اون ديريكت، كان نجم نقول اسم القناة اللي تعدي فيها، باش تعدى على قناة الراي الكويتية. دونك ان شاء الله تفرجوا فينا. عندنا العدول يلعب في البوالور في البارتي في الكومين ايفنت، باش يلعب مع شيس جورملي من امريكا، اللي يلعب معاه 128 كيلو، لعب يو اف سي قبل. عبد المنعم عامل ريكور نتاعو 2-0، السيد اللي يلعب معاه عامل 11-4. دونك بارتي ماهيش سهله، اكيد العدو اللي لعب بارتي تقبل، مي البارتي هذه جد هي باش تحدد يعني نقولوا هويه العدولي، شكون العدولي، خاطر برشا عباد التوانسه يقولوا التوانسه ما يلعبوش لبرا، ما عندناش لي نيفو، ما عندناش الامكانيات. قبيله سامحني في الكلمه، قاعد نسمع في دي بيجي نتاع 400 مليون و500 مليون، احنا كان جاي عندنا بيجي نتاع 10 ملايين نمشيو للمريخ نلعبوا. لا ما عرفش وقت نتوما نلعبوا مع اي حد. ولا عم نقول شنو ناوي في البطوله هذه يعني؟ حسوا في المستوى نتاعنا، وش واحد يبان على النيفو نتاعو الحقيقي باش يزيد يتطور على المستوى الاخر. واضح يعني ذوب قالوا ما يفتلكش جبل ما تعرف شنو نحكي لك نقطه تضحك. اولا تلقيت حل باش نضحكوا، تفرجوا في الزابينج؟ اي ولا تفرجوا في الزابينج وبعد نرجع نكملوا معاكم في البلاتو. Верки, Динки, ние естествено ще бъде. И факт ви ще бъде прекъсан този мач. Напомня ви, че самото начало на двобоя закъсня, заради хвърлените лекти от сектора с гостуващата агитка, а сега мястото, откъдето коментираме този двобой, вече
А феновете на Ботев опитват да вдигнат своите. Виждаме, че един от привържениците е успял на Хуей Терера. Това прави втори, който трябваше да избяга в този момент от полесражението точно зад него. فوالا هكا نوصل لختام الجمعيه. قبل هذا خلينا نعمل تور دو تابنس كل ايمن بون شانس. يعني فما اليوم نوادي تريني هذا ولا اكيد فما سؤال كبير ديجا بيانتو فما نادي في تحل في الكرم باش انا وكاظم نديم ديجا قاعد تفرج فيا قال لي ديكاس ما تنسانيش نقول له ميرسي كاظم نديم. نحب نوجه تحيه للسبونسور نتاعنا ام ام ميد هاوس اس اس اف اكاديمي من امريكا بلانيت ام ام اي شوب اللي هي بيانتو يحل الستور في تونس. فما برشا توانسه قاعدين نتفرج برشا توانسه قاعدين يتبعوا في السبور هذايا دونك حاجتنا برشا دي سبونسور. السبور يتعدى في ليشيل الكل بارتو في العالم اجمع دونك ماذا بينا السبور نشجعوا التوانسه وندعموا الرياضه. نجموش نعمل بسرعه بربي نجموش نعملوا حاجه في تونس يعني دي كومبا في تونس هكا العباد تتعرف اكثر يعني. قاعدين نحضروا في ايفينمون ديجا حضرنا ايفينمون واحنا عملناه تي اف سي بنما في لو 13 ماي 2013 عملنا سبونسور في امريكا ما كاينش سبونسور في تونس تو باش نعملوا في تونس. واضح كان يسمعوا فينا حاجه في سبونسور. واضح ان شاء الله يا ربي صوتكم يوصل على قناه تونس. نحن نواعدكم فما حاجه في تونس يوصل عندكم بربي يضحك. دونك احكي لنا شويه حاضر مور المول السفره الكويت ان شاء الله طقس سخون غادي ان شاء الله واحد يبدا حاضر الكومبا هذه قبل الطقس وقبل كل شيء وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه هكا. افرح لي بهيك قلقني اليوم يحكي بهيك. ربي بقى عليه الستر ساعه عبد المنعم ان شاء الله ربي معاه خاطر بصراحه الرياضات هذوما راهو يحتاجوا برشا صبر وبرشا قوه وبرشا خدمه وبرشا تضحيات راهو مش بالساهل باش واحد يوصل للمستوى هذايا وخاصه الرياضات اللي فيها ميزان معناها راهو الجرام بحسابه وقدمه الخبز بحسابها في الرياضات هذه. عدولي سوبر لو يلعب معناها مع سي مختار لانيغور لا بيرسيفيرونس لو كوراج بالنسبه لانيبي هذوما بالنسبه الركائز نتاع اللعب سبور دو كومبا هذا وانا راني مغموم باليو اف سي ديما نتفرج شويه لهوا ديما نتفرج ديما نتفرج نحب تخم فيا سي مختار مش ليبيا ولا لا بالحق شنو حكايه هيكل؟ هاو قال هيكل وين الفطور هذا؟ العصفور حكايته العصفور العصفور تبع غدوه كاميرا تبع سي مختار ايمن يعطيك الصحه بون شانس لكم مرحبا بك ديما في قناه تونسنا كيف ما جديد شنو يعطيك الصحه المجهودات الجماعه هذايا برشا تنقل توزر سلموا على الياس وعلى مروان كانوا حاضرين معك في الرحله على اهل توزر بربي قبل ما نعطيك يعني جوست معلومه راه بالنسبه لنا الملف تسكر الجماعه اللي فاتت جبنا اراء الاسبوع هذا سمعتوا الاراء الكل المسؤولين الجهويين رؤساء سابقين الجماهير سيد علي الحفصي قبل انه يرد على كل الاتهامات اللي وصلت الى حد الثلب برشا عباد تطلب نزار العيساوي جمال الزهبي برشا مسؤولين يعني من الجريده برشا اهل توزر رانا حبينا مقصرين قلناها من الاسبوع الفارط نعتذر مجددا انه كبناش توزر وقت طلوحها للاسف وهذا خطا ونعترف به نتمنوا لها عوده سريعه وان شاء الله نكونوا في المستوى. شيماء نرجع لك. بارك الله ما خليتليش باش نقول نحب انا بما اني كنت على عين المكان نحب نشكر الاهالي نتاع توزر والناس الكل اللي معناتها فريمون استقبلونا كل سوا من الجهه هذه ولا من الجهه هذه في الاخر بكل هما كلهم توازره ونوجه تحيه للخيري والسعلي اللي هما بصراحه داروا بينا باش مشينا لبرشا اماكن حلوه كما شفناه كما تمغزا كما عنق جمل فما بلايص حلوه بالحق يعني واحد يزيد يكتشف بلاده اكثر واكثر وانا فرحانه بالصعود نتاع جدبه خاطر عمري مشيت لها باش نمشي لها. يعطيكم الصحة كاملة في ختام عدد جديد من الجمعية شكرا لكامل الفريق قيس فريني يعطيك صحة بعد شوية تونيزيا بيزنس ليج في عدد جديد من اعداد قيس كالعادة شكرا لعبير الجمعة الفاتت قلت باش نسلم عليه عبير مرجين زميلتنا كل الناس اللي كاين ليكيب تكنيك باش ما ننساش غدوة حدث رياضي في بلادنا مجمع سونوبغا يستضيف اليساندرو ديل بيرو مارسيل ديسايي لقاء خاص في نهائي الشامبيونز ليج تلقاو تفاصيل الجمعة الجاية معنا ان شاء الله في الجمعية دونك ديل بيرو ومارسيل ديسايي يكونوا ان شاء الله من ضيوف الجمعية الجمعة جاي. يعطيكم الصحة الناس الكل مع أجمل تحية كامل الفريق تصبح على خير إلى اللقاء.